السلام عليكم ورحمة الله. الليلة هعمل ملاحة نعيمية من الأكلات السودانية المشهورة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تضغطوا لايك، والما مشترك في القناة يا ريت تفعل زر الاشتراك. في حلة على النار شوية زيت، عليهم بصلتين مفرومين، هقلب البصل لغاية ما يدبل ويتغير لونه للأصفر. بعدها هجيب طماطمتين مخلوطين أو طماطم مقطع عادي كله يمشي. هحتاج كمان ملعقتين من الصلصة، ملعقتين كبيرة من الصلصة. شوية دكوة، أو لو ما متوفر الدكوة ممكن ملعقتين كبار من زبدة الفول السوداني. نحاول ندوب الدكوة في الخليط بتاع البصل والطماطم. بعدها هنزل بالبهارات، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة كزبرة، ونص ملعقة فلفل أسود، وحبة ماجي، معاهم شوية من ملح الليمون، ذرات بسيطة بس. بعد كده هننزل بالزبادي، أنا هنا استعملت كورة كبيرة، عليهم 3 ملاعق كبيرة من الدقيق. الدقيق طبعا بيتقل الملح. نخلطهم مع بعض، مفروض بمفراكة بس هي أنا ما عندي مفراكة فاستعملت مضرب البيض عادي، بيعمل نفس النتيجة. نخليهم في النار لمدة 5 دقائق عشان طعم الدقيق بعدين ما يبين في الملاح. بعد 5 دقائق ممكن بمضرب كهربائي أو بخلاط، الاثنين عادي، نخلط الملاح. بعد ما خلطناه تماما بقى ناعم، هنجيب الويكة، هستعمل ملعقتين كبار من الويكة. نضربهم كويس مع بعض بسرعة عشان ما يكون في تكتلات في الملاح. ونخليهم في النار لمدة دقيقتين، وبكده الملاح انتهى وده شكله النهائي. يا ريت تجربوه على طريقتي، ويا ريت تشتركوا في القناة. مع السلامة، في أمان الله.